استهدي بالله بس يا ماما. خلاص انا حلفت. في ايه يا سياده؟ ما انت على طول بتحلفي وتخلفي، فيها ايه يعني لما حلفانك ينزل المره دي كمان؟ تبت يا حبيبتي، تبت خلاص، والمره دي بقى همشي حلفاني وامشي. يعني حبكت التوبه المره دي؟ الامر بيجري يا حبيبي، يا دوب الحق اتوب. طب اجلي التوبه بس كده يعني لمده يومين لحد ما نلاقي حد يقعد مع عمر. يومين؟ انت عايزني اقعد مع عمر بتاعك ده يومين كمان؟ ابدا ابدا. مال عمرينه ده؟ قلب امه، قلب امه، ده ملك، ملك يا ماما سياده. يهدي جميله جميله ماما سياده. انا دلوقتي بقيت ماما سياده، ده طهقني في عشتي، ده اساسا كرهني فيكوا كلكوا. يعني يرضيكي يا ماما، يرضيكي ان عمر حفيدك، حفيدك ما يلاقيش حد يقعد بيه ويرعيه. يهدي جميله. وفين امه؟ ما تقعد يا اخويا بيه وتراعيه. نقى امه، نقى امه، عندها حاجات كتيره قوي تعملها. لا انا مش فاضيه، مش فاضيه، ما تعذريش يا سياده. بصوا انا لقيت الحل. قول تعالي قول. بص يا ستي، انت تقعدي بيه لغايه ما انجي ترجع من الشغل، وبعد كده انجي هتاخده منك على طول. فكره حلوه قوي قوي يا علي. إيه رأيك؟ فكره حلوه قوي. يا سلام، بقى لها شهر، شهر كل ما ترجع من الشغل تقولي هاخده وما بتاخدوش مني. ما يصحش، ما يصحش خالص. ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ اسالها، اسالها. كل ما بتيجي من الشغل بتقولي ايه؟ بتقول لها ايه؟ بقول لها، بقول لها مساء الخير يا سياده حبيبتي، وحشتيني. وبعدين باخد منها عمر، ابوسه بوسه، وبعدين اقول لها معلش يا سياده خدي عمر، هدخل اخد شاور بسرعه عشان جايه تعبانه من الشغل عشان افوق. وبعدين وبعدين بطلع من الشاور اخد منها عمر، ابوسه بوسه تانية، وبعدين اقول لها معلش يا سياده خدي عمر علشان انا جسمي فك كده بعد الشاور. وبعدين وبعدين بعد كده بقول لها معلش يا سياده خلي معاكي عمر لحد ما ذاكر لصولي ومي. وبعدين وبعدين يا حبيبي بتبقى انت صحيت وعايز تطفح، فبقول لها خلي عمر معاكي لحد ما طفح ابنك. وبعدين ولا قبلين بقى يا علي، ببقى خلاص تعبت وهلكت وببقى هموت من التعب، فباخد منها عمر ابوسه واديه لها واقول لها تصبحي على خير يا سياده انا داخله نام. شفتي بقى انك ظلماها يا ماما، يعني بعد ده كله هتقدر تعمل حاجه مع عمر؟ قول لها يا علي قول لها. ما انا بقول لها اهو. يا ننوس عين امك، يا ريتني يا اخويا خلفت ده كربط، كان زماني دلوقتي شربت شربته افيد. ايه ده؟ ويرضيك يا ماما تحلبي ابنك. رايحه فين يا ماما؟ رايحه فين؟ همشي طالعه شقتي فوق، ولو حد فيكم فكر مجرد تفكير ان هو يطلع عندي فوق هبلغ فيكم البوليس، وهعمل لكم محضر ازعاج، وهلبسكم قضيه انتوا الاثنين. لا انتوا الاربعه، لا انتوا الخمسه، الخمسه، انتوا الخمسه، انتوا الخمسه. انا خلاص تهت تهت. نقول يا اتجننت، ماما بقت شلق قوي، قلبت قوي علي. بس تفتكر هي مش عايزه نطلع نخبط عليها عشان ما نشربش من شرب الدكر البط؟ دكر بط ايه؟ ما هو المرق عندك. اه طيب يا علي معلش، ممكن تاخد عمر في ايه؟ تصبح على خير يا لولو. جود نايت عمرين. الحقيني ياما. وبعدين يا انوش؟ ولا قبلين يا جوجو، عملت لعلي الفطار علشان ينزل الشغل، وقلت له يقدم لي على اجازه لحد لما اشوف هتصرف في موضوع عمر ازاي. طب بقول لك ايه؟ ما تخيلي عليش يقعد بيه. ايه؟ علش؟ علش ده ايه؟ ده متحرش، انت ناسيه ده كان هيغتصب البنت بيتشي. يا ستي بالراحه شويه، مش كده. انا فكرت ويا ريتني ما فكرت. ليه؟ اول ما جبت لعلي سيره عليش على اللي جراله، رفع لي حواجبه ومناخيره فرشحت ودانه طرطقت وعينه حمرت وبقى شبه السلعوه. بس هو اصلا بقى شبه السلعوه. لا يا جوجو، هو اصلا شبه الكونغر، بس بعد ما جبت له سيره عليش بقى شبه الكونغر على السلعوه كده. والله العظيم راجل وذكر وبيفهم. انا مش فاهمه ازاي يا انشي انت عايزه تامني على عيالك مع المتحرش ده. في ايه يا هبه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا حبيبتي هو مظلوم، الواد غلبان. بس اعمل ايه بقى؟ بس يعني بصراحه كده اخر مره جه وقعد مع العيال علمهم البلطجه ورحنا جبناهم من الاسم. اه صحيح، انا فاكر الموضوع ده. تخيلي بقى، تخيلي لو عمر الصغنون البريء ده سبته معاه في يوم، ممكن ارجع من الشغل يقول لي ردعيني لغازك. تعرفي بقى علي عنده حق انه يقلب سلعوه. اه
هو عنده حق، فانا سبته بصراحه ما عملتش اي حاجه، بس انا مش عارفه اتصرف لحد دلوقتي. خلاص انا عندي حل، انت تسيبي لي الوجه الحلو ده انا هربهولك. يا اختي روحي ربي عيالك الاول. اربي عيالي؟ قصدك ايه يا انشي؟ قصدك ان انا عيالي مش متربيين؟ لا مش قصدي يا هبه، بس بصراحه انت وشعبان محتاجيني تتربوا من اول وجديد. يا جنيه لو احنا مفضوحين قوي كده. ايوه بقول لك ايه يا انشي، عارفه لو انا عندي خبره بتربيه الاطفال كنت قعدت بعمر. انا عارفه يا كوكو، ربنا يخليكي ليا. بس انا عندي فكره كويسه قوي، ليه ما تجيبيش بيبي سيتر؟ انت هتلاقي مكاتب متخصصه على النت. ايوه انا عارفه الشركات دي للاسف بتاخد الطقطقين. ازيكم يا بنات؟ ازيك انت حبيبي؟ اهلا يا سموره. ايه اللي تاخد الطقطقين دي؟ شركات البيبي سيتر اللي على النت. معاكي حق، بس ايه رايك بقى انا هجيب لك بيبي سيتر؟ بجد يا سموره؟ بس لازم تبقى واحدة يعني أضمنها أو معرفة علشان أبقى مطمنة وأنا سايبة عمر معاها. ربتي على ضمانتي أنا، ومش بيبي سيتر عادية، دي بترضع كمان. بجد يا سمورة؟ طبعا. لا مش مصدقة. طيب ممكن على ما تجيب البيبي سيتر اللي ما حصلتش دي أطلب منك طلب صغير كمان؟ حبيبتي عينيا ليكي. ممكن تاخد عمر ترضعه وتغير له وتكرهه؟ لا عيب 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 ان انا اغير له الا دي ارضعه. يا سموره والله ما عارفه اقول لك ايه ولا اشكرك ازاي. سعديه عندي هنا اهي في المطبخ. والله يا انجي انا ما عايزش عنك حاجه، انا كنت شايلها الوقت عوزه بس ما لقيتش اعز منك ولا اغلى منك اديها له. بس هي بتطلع اصوات غريبه قوي يا سموره. طب شم ريحه ولا حاجه؟ لا والله هي لحد دلوقتي زي الفل. طب اكلتيها؟ اصل الصوت ده انا عارفه بيطلع منها لما تكون جعانه. جعانه ايه يا سموره؟ انا والولاد ما لقيناش اكل ناكله بعد ما هي اتغدت. يبقى اكيد انت سايباها واقفه بقالها كتير. يعني ايه؟ هي من النوع اللي بيشتغل وهي قاعد ولا ايه؟ ريحيها يا انجي على قد ما تقدري. إن شاء الله تجيبي لها كرسي بحبل كده، أصل النوع ده لما بيتعب هتعمل زي صاحبتها اللي قتلت الدكتور رؤوف صاحب عمري. وهي دي اللي أنت كنت شايلها الوقت عوزة؟ هي دي صمونة؟ هي دي الهدية صح؟ والله يا إنجي سعدية دي هدية. طب بص يا صمونة، أنا هقول لك إيه، أنا ما عنديش أعز من جوجو، أنا هبعتها لجوجو. ها؟ متشكرة قوي يا سمورة. ربنا عرفتونا انتوا وعيالكم واللي قانيكي، عرفتونا في ايه؟ مهما نخدمتم ما بيطمرش فيكم، نعمل فيكم ايه؟ شايلين خراجكم وزبالاتكم، ده ايه العرب اللي احنا فيه ده؟ كل ما يطلع لنا في عفريت يا الدنيا. بص بص كده ايه؟ لا عارفي ايه؟ يا مي يا سولي، احنا هنا يا بابي. هنا بتعملوا ايه؟ مستخبيين من ايه؟ تعالى يا علي، تعالى خد لك ساتر معانا، تعالى. ليه؟ هي الحرب هتقوم؟ لا هي قامت خلاص، قامت. فين دي؟ وراك وراك يا علي. سلام قولي من رب رحيم. ايه ده؟ انت اشتريتي دب يا انجي؟ طب احنا هنكلها منين دي؟ لا وانا عارفه اربي عيالك لما اربي دب يا علي. انت بتقول عليا ايه؟ لا 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 مفيش حاجة، دي طلع بتتكلم كمان الدبة. يعني دي بتقتل كمان، بتقتل. مش عاجبك انت كمان ولا لا؟ يا ولالة الأدب يا جسم،